مرحبا، اليوم تاريخ 18/7/2020، مصادف يوم السبت. برنامجنا لهذا اليوم تعلم التشي كونغ. طبعا احنا في البداية ما راح اشرح لك طرق التعلم التشي كونغ. حاول تلزم الكاميرا من الاستاذ من جوا افضل لك، وراح نشرح لك طرق تعلم التشي كونغ. بس راح اشرح لك طرق اساسيه بالتشيكون. قبل ما ابدا اشرح، صور لهم الوجهيه مال الكتاب. تعلم التشيكون الوسيله الصينيه القديمه لمعالجه وتقويه الجسم البشري والروح والعقل للرجال والنساء. طبعا مقدمه ابدا اشرح لك اياها. ما هو التشيكون؟ يعتبر التشيكون وسيلة للمعالجة تتم ممارستها منذ القدم في الصين. إنها تعتمد على تقنيات مختلفة، بعضها متعلق بالتنفس وبعضها بالعضلات وبعضها الآخر بكافة أجهزة الجسم البشري. قد تساهم هذه التقنيات على مداواة الأجسام وحمايتها من الأمراض، إنها تحسن الصحة وتحافظ عليها وتكافح الشيخوخة. قبل ما أدخل، دير بالك ترى التصوير طويل شوي، راح يشلع قلبك. حاول تغير بالاتجاهات حتى يفتهموها. التشي كونغ الوسيلة الصينية القديمة لمعالجة وتقوية الجسم البشري والروح والعقل. جاي سوان سونغ، تعريب رشا غانم. هذا الكتاب هو أصل صيني. مقدمة. ما هو التشي كونغ؟ يعتبر التشي كونغ وسيلة للمعالجة تتم ممارستها منذ القدم في الهند هي بالبداية والصين. إنها تعتمد على تقنيات مختلفة، بعضها متعلق بالتنفس وبعضها بالعضلات وبعضها الآخر بكافة أجهزة الجسم البشري. قد تساهم هذه التقنيات على مداواة الأجسام وحمايتها من الأمراض، إنها تحسن الصحة وتحافظ عليها وتمدد العمر وتكافح الشيخوخة. تقسم كلمة تشي كونغ إلى قسمين، التشي والكونغ. فالتشي يرمز إلى الأرز البخاري، فيدل على الهواء والنفس أو على البخار. فيمكن القول أن التشي يرمز إلى قوة الحياة أو إلى الطاقة الداخلية الحيوية والنفسية. فلقد أشار الطب الصيني إلى أن الحياة والصحة ينتجان عن تدفق التشي داخل الجسم البشري، وتجدر الإشارة على أنه عندما يقوم المرء بتمارين التشي كونغ يتم التركيز على التشي الكامن داخل الجسم البشري. إن معظم الأمراض تنتج عن نقص التشي في الجسم البشري، وعندما يتم حث على التشي في الجسم يتم شفاء معظم الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان. أما كلمة كونغ فترمز إلى الجهد، وتشير إلى وجوب القيام بالتمارين اللازمة لمساعدة التشي على حسن العمل في الجسم البشري. غير أن ممارسة تمارين التشي كونغ تتطلب مثابرة واستمرارية. إذن أن نتيجة هذا النوع من العلاج يختلف باختلاف المثابرة والجد على القيام بها النوع من التمارين. وتقضي هذه التمارين على 3 ممارسات أساسية: 1 الشهيق وتخزين الهواء أي التشي، 2 الاحتفاظ بالهدوء الفكري، 3 الاحتفاظ بتناسق عمل أعضاء الجسم. هنا نجي نشرح تقنيات التشي كونغ. خلينا ننزع النظارة حتى نبدي نكمل، حتى شوية يبين بين الشغل وبين الوجه، والمصور راح يشيل عقله. تقنيات التشي كونغ، هنالك العديد من الأنظمة التي تشمل تقنيات التشي كونغ ويتم تعلمها في الصين. تنقسم هذه التقنيات إلى 5 أقسام: الطاو والبوذي والكونفوشي والطبي وفنون الدفاع عن النفس. هنا أريد انتباه صارم على هذه النقاط الخمسة. 1 تهدف الطاو إلى تقوية الجسم والفكر عبر ممارسة تقنيات التشي كونغ.
اي الاستسلام السلام الداخلي. الطاو يستخدم ايضا في الفنون والعلوم القتاليه، خصوصا في الشاولين والكونفو والنينجا نينجستو وبعض اخرى من الفنون والعلوم القتاليه، ما عندي وقت اذكرها. التحطيم من بعد، الطاو التحطيم من بعد، يعني شلون نقول تحرك كتله هوائيه تدفعها على شيء تحركه او تحطمه، مثل ما شايفين بالنينجا الشارينجان وغيره وغيره شلون يحرك التشاكرا مالته. اثنين، تركز الأنظمة البوذية على مراقبة الفكر وعلى تأثيرات الجسم الناتجة عن الفكر والعقل، يسموه أسلوب تطوير الفكر، شلون تطور أفكارك. نظام البوذي يحصن الفكر أفكارك. ثلاثة، تركز التمارين الكونفوشية على تعديل الفكر وبلوغ حالة الاسترخاء التي تعزز الشخصية الفكرية، يعني زرع الثقة بالنفس. اوكي، الكونفوشية تعلمك شلون تزرع الثقة بنفسك، شلون تكون جدير بالثقة بنفسك ثم تنطلق الى مجتمعات اخرى. اربعة، تهدف التقنيات الطبية الى معالجة الامراض وتعزيز صحة الانسان واطالة الحياة. مبينة النقطة الرابعة، تهدف التقنيات الطبية لمعالجة الأمراض، يعني حتى بالفنون والعلوم القتالية، مثلا بالديماك بلمسة الموت، إذا ما تتعلم تضرب يعني تقفل ثم تفتح تعالج، يعني بحيث أن تضرب لك شخص وربطه في نقاط الضعف وفي نقاط الضغط، لازم تعرف شلون عندك مفتاح هاي الإصابة شلون تعالجه. يعني انت اذا ما عالجت هذا الشخص راح يصير عنده اصابه، احتمال يموت، احتمال يفقد جزء من جسمه، احتمال يفقد عضو من اعضاء جسمه، احتمال ينشل، احتمال، خلي كل الاحتمالات قدامك. فلازم تعرف معالجه الامراض وتعزيز الانسان واطاله الحياه. النقطه الخامسه، تهدف هذه التمارين الى تعزيز القوه الداخليه وحمايه الجسم من اي اعتداء جسدي خارجي. في فنون علوم القتال، اوكي، اللي هو فنون الدفاع عن النفس، ورغم اختلاف هذه التقنيات تندرج جميعها في احدى الخانات، يعني يقول لك الفنون والعلوم القتاليه كلها مجرى واحد. السعيد من جديد، رقم واحد شرحتها، رقم واحد اللي هو الطاو او الطاوي، رقم اثنين البوذي، رقم ثلاثة الكونفوشي، رقم أربعة الطبي، رقم خمسة فنون الدفاع عن النفس. شرحت لكم إياها بالتفاصيل وجبت لك إياها نقطة نقطة وحدة وحدة. في إحدى الخانات الثلاثة، نكمل يعني التكملة للنقطة الخامسة، ورغم اختلاف هذه التقنيات تندرج جميعها في احدى الخانات الثلاثة التابعة للتشيكون، اليان او الهدوء، البوذي والكونفوشي، اليان يانغ، يعني شو رقعة الموت، اليان يانغ، يعني حوتين متلاقيات واحد يريد يبلع الثاني. ايه، نكمل النقطة الخامسة. في النقطة الخامسة، تهدف هذه التمارين إلى تعزيز القوة الداخلية وحماية الجسم من أي اعتداء جسدي خارجي في فنون علوم القتال، ورغم اختلاف هذه التقنيات تندرج جميعها في إحدى الخانات الثلاثة التابعة للتشيكون، اليين أو الهدوء، البوذي الكونفوشي، اليين يانغ الكامل النشيط الطاو، واليانغ أو الديناميكي الطبي، وفنون الدفاع عن النفس. ولكن مهما اختلفت طريقة ممارسة التشيكونغ تنجح بلا شك، شرط أن يتم ممارستها دوما وباجتهاد. أما التقنيات والمد مذكورة في هذا الكتاب فهي مزيجا من جميع التقنيات المذكورة، ولكنها تنمي بشكل أساسي إلى النشيط الكامل لتقوية الجسم وإطالة الحياة. كيف يعالج التشيكونغ الأمراض؟ طبعا هذا ايضا هم برنامج مهم في نفس القاعده تابع للتشيكونغ. منذ القديم اعترف الطب الصيني بوجود شبكه قنوات يمكن للتشي ان يعبرها ويبلغ اي جزء من الجسم البشري
طبعا لابس الهيدفون حتى يوصلكم الحكي واضح. اي جزء من الجسم البشري فيوجد 12 قناة اساسية او ما يسمى خط التصنيف يتم وصفها، اما بالين الهدوء او باليانغ الديناميكي. الديناميكي يعني شلون نقول الدورة الدموية سريان الحياة. فالاعضاء الصلبة كالكلى والقلب والطحال والكبد والرئتين والاجزاء الجانبية للوصل تنتمي جميعها الى طبيعة الين. اما الاعضاء المجوفة كالأمعاء الغليظة والدقيقة والمسخن الثلاثي والمعي الدقيق والمعدة والمرارة والجهاز البولي والأعضاء الخارجية للوصل تنتمي جميعها طبيعة اليانغ. وتجدر الإشارة على أنه عندما يرمز الطب الصيني إلى عضو ما لا يرمز فقط إلى العضو كعضو في الجسم البشري، بل يرمز أيضا إلى الجهاز الكامل الذي ينتمي إليه هذا العضو والذي يؤثر عليه. وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة على أنه يوجد عضوان غير معروفان في الطب الحديث كمضيق القلب الذي يشكل جهازا معقدا يتحكم بالقلب وبوظائفه هو المسخن الثلاثي. هذا لازم تدرسوه، المسخن الثلاثي أي الجهاز الثلاثي الأطراف الذي يتحكم بعض الجسم بكامله فيتدفق للشيء عند إذن عبر الجسم ابتداء من الرئة وصولا إلى الأعضاء الأخرى حتى بلوغ الكبد، ثم يعود مجددا إلى الرئة ويبدأ دورته من جديد. الخطوط الناصفية الاثني عشر، طبعا هنا يصور لكم الحقل مثل ما جاي تشوفون تصوير الحقل الأعضاء الناصفية الاثني عشر. هنا منطيك الخطوط الناصفية ثم الموقع ثم الوصف، جايب لك اياهم بالسرعة. عندك الرئة، الموقع اليد، الوصف الين الكبير، المعي اليد الين المشع، ثلاثة المعدة القدم الين المشع، أربعة البنكرياس الطحال القدم الين الكبير، خمسة القلب اليد الين الصغير، ستة المعي الدقيق اليد الين الكبير، سبعة المثانة البولية القدم الين الكبير، سبعة المثانة المثانة البولية القدم الين الكبير، ثمانية الكلى القدم الين الصغير، تسعة مضيق القلب الين العفو تسعة مضيق القلب اليد الين الكامل، عشرة المسخن الثلاثي اليد الين الصغير، 11 المرارة القدم الين الصغير، 12 الكبد القدم الين الكامل. بالإضافة إلى ذلك يوجد 8 قنوات خاصة لا تتصل بالأعضاء الداخلية فيعبرها عند إذن التشي لبلوغ الخطوط الناصفية الاثني عشر، ولكن عندما ينقص التشي في الجسم تقوم القنوات الثمانية بدور معدل للخطوط الاثني عشر فتدفئ حركة التشي الأعضاء الداخلية وتشكل حرارة داخلية قد تسبب التعرض. أوكي، يعني هسه من نطاك يعني مثلا خلينا نقول الرئة، الموقع اليد، الوصف اليد الكبير، شنو المقصود بها؟ لازم يعني أبو الفنون والعلوم القتالية لازم يدرس علم الرياضيات وعلم الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الجغرافيا وعلم التشريح وعلم الفسلجة وعلم النفس والفلسفة بصورة عامة حتى تعرف. يعني مثلا أنت شايف أكو مثلا أكو مكان بالرأس الدلكة مثلا من الرجل أو الدلكة من الإيد يرتاح هذا الجزء اللي موجود بالرأس. إذا سامعين فد معلومة يقول لك جسم الإنسان أو الأعضاء اللي موجودة بجسم الإنسان كلها موجودة بالقدم، تتحكم بها من القدم. هاي دراسة وبحث آخر. أوكي، هنا بس أبدأ أشرح لكم بس النقطة التاسعة والعاشرة وننهي الحركات الخارجية الواي غونغ. المبادئ: لقد طور الصينيون العديد من الأشكال الخارجية للتمارين عبر العصور أو غبر العصور، يعني شلون يقول لك في غبار العصور، فاشتهر منها ثلاث لا يزال الناس يمارسونها في القارة الآسيوية في كل صباح باكر: تمارين الشيكونغ للمرونة الصباحية التي كان يقوم بها المزارعون في زراعة الأرز، والتمارين الثمانية المقصبة المعروفة جدا في الغرب، والأشكال الحيوانية الخمسة التي تعتمد على حركات الحيوانات لكنها تعتبر صعبة للمبتدئين. وللقيام بهذه التمارين بشكل جيد يجب بممارسيها أن يكونوا أقوياء، ولكن يتحلوا بالليونة التي يحصلون عليها تلقائيا عند تمرين واسترخاء عضلاتهم. فقد اعترف الطب الصيني أن هذا النوع من التمارين يساهم في القضاء على القلق والتعب الجسدي. بالإضافة إلى ذلك ركز الطب الصيني على المنطقة السفلية من البطن
ويطلق على هذه المنطقة اسم الدانشيان، أو كما يسمى الظفيرة الشمسية، اللي هي تكون أسفل هنا بالفيديو، تكون أسفل هنا، ركز عليه بالفيديو عبالك يمي، يكون هنا أسفل الصرة. أوكي، هاي المنطقة يسموها الدانشيان اللي هي الظفيرة الشمسية أسفل الصرة. أوكي، فهاي تنجمع بيها محطات الطاقة، محطات توليد الطاقة كلها موجودة هنا. دانشيان بالإنجليزي، وتعرف هذه المنطقة أنها تخزن التشي وتحافظ على الصحة، فيتم استعمال التشي المخزن فيه فنون الدفاع عن النفس، سيعطي قوة أكبر لمستخدمي هذه التمارين كما في التحطيم. شايف من يجمع طاقة، واحد اثنين بالثالثة يضرب أو يردم أو ينطح أو يركل، هاي كلها يتحكم بها، يجمع الطاقة بهاي منطقة الدانشيان اللي هي بالظفيرة الشمسية. كما أن استعمال التشي المخزن يساهم في إرخاء الجسم البشري ومساعدته على تحسين الدورة الدموية عبر الجسم كله، بالإضافة إلى ذلك يساهم التشي في تسهيل عمليات التنفس وتحسين توازن الجسم. وفي حال واجه الشخص بعض الصعوبات في التنفس من منطقة الصدر، يجب عليه التركيز على تمارين منطقة البطن السفلية، إذ أنها تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التنفس الصدرية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التنفس يجب أن يكون دائما بطيئا وطبيعيا كي يتمكن التشي من التدفق جيدا داخل الجسم. ومن الضروري اتباع هذه النصائح للقيام جيدا بالتمارين وللحصول على نتائج مرضية. 1، يجب التوقف عن تناول الطعام لمدة ساعة قبل ممارسة التمارين. يعني قبل ساعة تكون بتوقف عن الطعام، او قبل ساعة انت ناهي او ماكل مخلص، يعني تخلي ساعة بينك وبين التمرين تكون ما عندك شيء. 2، يجب التوقف عن ممارسة التمارين في حال الإصابة بنزلة برد. 3، لا يجب البدء بالتمارين أو الانتهاء منها بشكل عشوائي، وعند الانتهاء يجب الاسترخاء وعدم القيام بأي نشاط آخر، وإلا أصيب المرء بالصداع. هذا شيء مجرب، يعني تطلع من التمرين بشكل عشوائي مباشرة يصير عندك أثان، يصير عندك صداع، يصير عندك أرق. 4، لا يستجيب القيام بالتمارين بعد الانتهاء من الاستحمام، ينصح بالاستحمام بعد القيام بالتمارين. 5، ينصح الاسترخاء تماما قبل البدء بالتمارين. 6، يجب محاولة تهدئة عملية التنفس. 7، يجب القيام بالتمارين بشكل دائم، ولا يمكن ملاحظة التحسن إلا مع مرور الوقت والاستمرارية. وانتهى درسنا لهذا اليوم، لا تقطع لحظة، لهذا هو الكتاب مثل ما جاي تشوفوه. انتظر تعليقاتكم على هذا الفيديو باليوتيوب، وأنا جاوبكم ونتواصل إن شاء الله. تحياتي.